واخيرا سليم سليم النهارده رايح عند العماره اللي اتصور فيها مسلسل ب 100 وش يا جماعه، خصوصا العماره اللي كانت عايشه فيها نيلي كريم، وده كان كلام اهالي المنطقه اللي عرفوني مكانها. دلوقتي بقى داخل استكشف العماره كده واشوف شكلها عامل ازاي. اول ما دخلت كالعاده كان فيها مدخل واسع ومساحه مريحه، وانا تحت شايف كل البيوت قريبه من بعضها بتصميم مختلف جدا عن اي عماره شفتها. انا اول ما دخلت مدخل العماره كده حاسس ان انا دخلت مكان اثري وكبير جدا جدا ومريح قوي نفسيا اول ما تدخل كده مدخل العماره. وفي الاول هتلاقي سلمتين وتلاقي ثلاث بيوت موجودين في كل دور، وشباك كبير في كل دور تبص منه على العماره كلها. باين قوي ان كل دور فيه ثلاث شقق. طبعا ما ينفعش ان انا اصور الشقق قوي لان اكيد دي بيوت ساكنه. ما ينفعش افوت تفاصيل العماره زي السلالم الكبيره والترابزين الحديد وشكل السطح وتصميمه اللي كان معمول بشكل مختلف وقديم جدا جدا. واعتقد ان مسلسل ب 100 وش مش هو المسلسل الوحيد اللي ممكن يكون اتصور هنا، لا ده الظاهر ان في مسلسلات كتير قوي اتصورت في نفس العماره دي بالادوار بتاعتها والشكل بتاعها والستايل بتاعها، طبعا لان في بيوت ساكنه فانا مش عاوز ازعج حد او اذي حد. شكل العماره من اخر دور كان محمس جدا، ده غير شكل الابواب اللي بشراعه والزينه، حسيت كاني في فيلم قديم او مسلسل. مش بس العماره، ده الشارع كله كان مليان بيوت واماكن روعه ومليانه شجر، وحسيت اني شفتها في افلام كتيره قديمه وجديده. وعشان تشوفوا الاماكن كلها شوفوا الحلقه كامله على قناتي سليم سليم مسافر، وادعموني اكمل سفر ومغامره اكتر واكتر. ودلوقتي بقى الدور عليكم انتوا، قولوا لي في الكومنتس تفتكروا المكان ده موجود فين. انا سليم سليم، سلمكم الله.